اما هلا مشاهدينا فرح مننتقل لايت سمارت مع تينا وناتالي. اليوم بايت سمارت معي ناتالي ياغي. بونجور ناتالي. هاي صباح الخير. كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. اليوم موضوعنا عن اليوم الموضوع عن الأشخاص اللي بشغلهم يمكن ما بيعرفوا شو لازم ياكلوا. اليوم الصبح كنت عاملها لرانيا إنه موضوعنا مع ناتالي عن هالشيء وهذا الشيء بيطبق علينا حتى نحن يعني. صح، أنتوا أول ناس. لأنه أكيد الأشخاص اللي يمكن توعى بكير تروح على شغلها بتفضل بركة تنام الصبح. بيستنشقوا بالأكل الصبح. ومعظم الأوقات يمكن بياكلوا ما بياكلوا الصبح. بيوصلوا على شغلهم بينشغلوا بالاشغال وبيصيروا بيضيفوا بعضهم يمكن اشياء والله يعني سهلية. في عادات سيئه كمان بنتبعها خلال النهار خاصه للاشخاص اللي بيكونوا قاعدين بمكتب يمكن ساعات طويله. صح 100%. بنستقرب والاسهل شيء هو اكيد الماكولات يمكن الدسمه الماكولات الجاهزه الماكولات اللي بالاخر بعد 3-4 اشهر بنلاقيها على الميزان. واكيد بنلاقيها كمان اوقات على فحوصات الدم وعلى بيعلى الكوليسترول بيعلى التريغليسيريد ومنشوفها هون كمان 100%. صح. مشان هيك اليوم حبيت احكي عن هالموضوع هيدا تنعطي هيك شويه تيبس على كيف فينا نتخطى هالمرحله هي. ومش غلط انه نجوع وناكل. الاشخاص عاده اللي كثير مشغولين بشغلهم بتقطع وجبة الترويقة بعدها يمكن under control قادرين نسيطر على الموضوع، ولكن بس تصير الظهريات بيجوعوا ومعظم الأوقات إذا كان عندهم كتير شغل بيصيروا يأكلوا هن وعم بيشتغلوا إن كان قدام الكمبيوتر أو حتى بركة يردوا على التليفون أو حتى بميتينجز. وهيدا الشيء الدراسات فرجت إنه الأشخاص هاللي ما بيركزوا على أكلهم هن وعم بيأكلوا ولو حتى كانت لخمسة أو لعشر دقايق هن أشخاص بيأكلوا أكثر من ما لازم. يعني السبب هو أنه وقت اللي ناكل نحن عم نطلع على التيفي مثلا أو ناكل نحن قدام الكمبيوتر الدماغ ما بيستوعب أنه أكل. وفي دراسة عملت على شباب ورجال بشغلهم كتير رياضيين وأشخاص بينتبهوا على حميتهم الغذائية. الأشخاص أو هالرجال اللي كانوا عم بيأكلوا قدام الكمبيوتر هني وعم بيشتغلوا أو عم بيكتبوا أو عم بيقروا أكلوا حوالي تقريباً 400 سعرة حرارية يومياً مقارنة للأشخاص اللي كانوا وقفوا 10 دقايق وأخذوا نفس كمية المأكولات بهالفترة هاي. سو ضروري جداً أنه ناخد بوز أو نوقف حوالي 5 أو 10 دقايق خلال النهار كرمال تناكل، ما ناكل نحن وعم نشتغل لانه هيدي من الاشياء اللي ما بتساعد الاشخاص انه يحافظوا على وزن سليم. دونك البوز الساعه 10 اذا بلشنا 8 مهمه جدا كرمال نستوعب انه اكلنا وتما نصير يمكن بعد ساعه ساعتين ننسى انه نحن اخذنا كيس فيه بسكوي. يعني هلا صار وقت فوق الاربع، هلا صار وقت الاكل. يمكن ما تروقنا كمان بعد. اكزاكتلي. هلا الترويقه هي مهمه كثير. يعني صحيح مثل ما كنت عم بقول مهم انه نستوعب بأنه عم ناكل، ولكن كمان ترويقة هي من أهم الوجبات. طب بس اللي بيضهر من بيته الساعة 7 أو 7:30 أو حتى قبل يمكن. صح. شو لازم يعمل؟ إنه كتير بكير لازم يفكر فيها قبل بوقت. يعني دايما نخلي حوالينا لأنه البيئة محل ما نحنا ما كتير بتساعد. وقت اللي يكون في بالجارور ضيفونا بسكوية أو شوكولا بنستقرب فيه وبناكله. المهم إنه قبل بوقت أو بركة عشية نحضر يمكن توست أو خبز جبنة ما بدها براد إذا ما كان عندنا براد أو حتى يمكن أشياء ناشفة فيها فايبرز بسكوي يمكن، ولكن مهم كتير البورسيون عم نخليها حدنا. يعني الشخص اللي بيكون عم بيشتغل إذا في علبة بسكوي كبيرة أو باكي صغير بده يوقف بس يخلص الباكي. سو خلينا نخلي حدنا إذا ما تروقنا وإذا مضطرين ناخذ بسكوي ما في غير شيء خلينا ناخذ أنواع البسكوي هاللي بيكونوا بيجوا individual packs. سو أنا بعرف إنه أنا ما تعديت مش كلها نفتحها 100% ونخلصها على الآخر لأنه بضل في إنه بعد في شيء بالجرور. بعد في بسكوي. دونك خلينا نشتري قبل بوقت الباكي حتى التوست الخبز
بيكون محمص. كمان صار في individual packs يعني بيكون بتكون الحصة مغلفة لوحدها. نعم. حتى أنا قريبة علي كرميلتها بس جوع تكون ليميتي بالسعرات الحرارية. يعني نحاول قدر المستطاع أنه الوجبة اللي بدنا ناخدها إن كان قبل الظهر أو حتى على التروية ما تتعدى 200 سعرة حرارية كرميلتها، نضل مسيطرين على كمية الكالوريز اللي عم ناخدها. سو ناخد individual packs إذا ما لحقنا نعمل ساندويش بالبيت، ودايما يكون في بهالوجبه اللي بدنا ناخذها السريعه يكون في كمان بروتينات. هلا البروتينات من وين بيجوا؟ البروتينات بيجوا من الاجبان، فيهم يجوا كمان من اللبن اذا عندنا براد بالمكتب، وكمان فيهم يجوا من المكسرات. بس المشكله بالمكسرات انه ما بنوقف الكميه اللي بدنا ناخذها. بنرجع على قصه الحصه، يعني اذا بدنا ناخذ معنا مكسرات بالمكتب، على المكتب مثلا نحط كورن فليكس مع مكسرات مش غلط، او فواكه مجففه مع مكسرات، خلينا نحطهم والحصه تكون ليميتد. يعني ما نجيب الكيس ونحطه بجرور، نحط كل يوم البورشون اللي نحن بدنا ناكلها الصبح، بتعطينا طاقه وبنفس الوقت بالتسويق صار في هلا باكيتات صغيره من المكسرات، وحاسه كمان في كذا مصدر عم يعمل مكسرات مع فواكه مجففه 100%. هلا اذا ما بدنا ناخذهم نحن فينا نعملهم بالبيت، نحطهم بتابر ويرز صغار. نعم. ونعرف انه هيدي الكميه ليميتد. هلا مهم انه السعرات الحراريه اكيد حسب الاشخاص ما تتعدى بالاجمال ال 200 سعره حراريه بالحصه. دونك حكينا عن كسرات مع فواكه مجففه، حكينا كورن فليكس مع فواكه مجففه، حكينا توست وجبنه، وهون مهم كمان انه ندخل الخضره. هلا بعرف انه هاللي بيكون مؤخر بيرجع من شغله يمكن ما عنده وقت انه يحضر ويغسل خضره. صح. بس في انواع خضره ما بدها كثير اونتروتيان، ما بدها كثير شغل، مثل مثلا الخيار، مثل الارنبيت، مثل البندوره الصغيره السوريز. دونك هول كلهم انواع من الخضره فينا ندخلهم، بس نجوع نوقف 5 دقائق ناكل بدنا ناكله، بعدين الواحد بيغير شوي فكره عن الشغل بيقدر دائما يسيطر على الكميه. هلا بنتقل هلا كمان للوجبه الاساسيه. عادة الأشخاص اللي ما عندهم وقت يمكن يجيبوا مأكولات أو حتى أطباق معهم من البيت بيطلبوا من المطاعم، ومعظم الأوقات يمكن إذا كانوا مش أكلين شيء بيأكلوا أو بيطلبوا مأكولات كتير دسمة وفيها كتير سعرات حرارية. هيدي ما بيساعدهم أكيد، لأنه من بعد الغداء بينعسوا لأنه بتكون عملية الهضم عم تاخد مجريها وبينعسوا. بقى بيفضلوا يا ما يأكلوا شيء يضلوا لبعد الشغل تياكلوا، أو بيضطروا يأكلوا وجبة تقيلة. تنقدر نظهر من هالمشكلة هاي مهم دايما شو ما طلبنا نخلي محل للخضار. برجع على قصة الخضار لأنه أكيد غير أنه عم نكون عم ناخد ألياف ونكون عم ناخد فيتامينات، الخضار بتعطينا كمان أقل سعرات حرارية مثل ما بنعرف، وبالتالي فينا نضل نسيطر على وجبتنا الأساسية. سو نبلش بالخضرة، هيدا التابروير اللي بلشنا أخذنا جزء منه قبل الظهر فينا نكفيه على وقت الغداء، وهيك بتكون الوجبة الأساسية بناخد يا نصها أو يمكن منضل نقدر نسيطر على الكمية، ما منفتش على الديسير من بعد من بعد الغداء، كرميل تنضل محافظين على أكيد الفيتامينات اللي نحنا لازم ناخدها والألياف أكيد، وكمان السعرات الحرارية. يعني أوقات في منيوز الناس بتفكر إنه طبخات هيدولي مثل يمكن رز ودجاج أو حتى أطباق يمكن نطلبهم دليفري، ولكن هن بالنهاية فيهم نسبة دهون يمكن قد مأكولات مثل البرجر اللي عادة نعرف إنه قديش فيه نسبة سعرات. صح. حرارية. ليش؟ لأنه فيه كمية زيت، ما نفكر إنه لأنه طبق بيتوتة يعني ما فيه نسبة دهون. سو ننتبه على هالكمية تنقدر نساعد حالنا، خلينا نبلش بالخضرة. هلا اذا طلبنا خضره نحن كمان مش قادرين نحضر، طلبنا خضره طلبنا سلطه، خلينا ننتبه على الصوصات، على الصلصات اللي نحن عاده بنطلبها. كمان هون معظم الاوقات في نسبه زيوت كثير عاليه بتكون بهالانواع من
الصلصات وننتبه لكن على الكمية اللي عم نحطها على السلطة تبعنا. تبولة بس خلينا نشوف قديش شي مرة نعير قديه بنحط زيت على التبولة قديه بنحط زيت على الفتوش بس ننتبه قديه صلصة عم نزيد. هول الديتيلز الصغار بآخر النهار بيصيروا كمية بتراكموا بيصيروا كمية مهمة وبالتالي بيبينوا آخر شي مثل ما كنا عم نقول على صحتنا وعلى الميزان. هلا من بعد الغداء عادة بعد الظهر قبل ما نفل بدنا شيء سريع وبنرجع على نفس المشكلة اللي هي أنواع المأكولات اللي موجودة اللي هي سريعة. هلا هون نقطة كتير مهمة هو الشخص اللي بيقعد وقت كتير طويل بلا أكل هو شخص بيقدر يسيطر أقل على شو عم بيأكل. هلأ بعرف في أوقات أشخاص يمكن بيأكلوا لأنه تيتسلوا أو بيأكلوا لأنه معصبين ولكن إذا كانوا هني شبعانين بيأكلوا أقل. وهيدا دراسات فرجت أنه الحصة السريعة اللي منخدها وقت اللي نكون أكلين أو شبعانين ونرجع منخدها منضل نقدر نحد من الكمية اللي عم نخدها. سو خلينا ننتبه انه تقريبا كل 3 ل 4 ساعات نكون عم ناخذ اكيد وجبه خفيفه ما ضروري تكون وجبه اساسيه ناخذ وجبه خفيفه كرمال تا وقت اللي يصير في عنا كودو بومب يعني هيك نحس حالنا قاشطين هدينا تنقدر نضلنا مسيطرين على نسبه الكالوريز اللي عم ناخذها بدل ما ناخذ تشيبس بدل ما ناخذ بسكوي او بس هون السكاكر ما بتساعد السكاكر البديل احسن بديل للسكاكر هي الفواكه يعني نحن وقت البيت لعبلنا شيء حلو أو إذا حسينا حالنا تعبينين إيه يعني إذا بدنا هالبوست السريع البوست السريع بيجي من الفواكه بالفواكه فيه سكر أوكي. في أنواع سكر إذا الفواكه المجففة للأشخاص اللي كتير جاي عبالهم حلو لأنه وقت البيت لعبلنا يمكن صح. حلو الفواكه المجففة هي ممكن أنه تكون بديل كتير مهم وسعرات حرارية أقل. هلأ ما ناكل كل الباكيه أكيد بس نضلنا منتبهين على الحصة وكل شخص بحاجة لكمية مختلفة يعني ما فيني أعمم للكل لأنه كل شخص بيحرق بطريقة مختلفة. سو خلينا بدل ما نستقرب بالبسكوي بالتشيبس خلينا ناخذ أكيد الفواكه حتى إذا أخذنا حصة أو حصتين مهم أنه نكون عم ناخد سكر فيه ألياف فيه فيتامينات وأكيد منكون عم ناخد إشياء بتفيدنا ومع سعرات حرارية أكيد أقل. هلأ هوني كمان شغلة كتير لازم ننتبه لها هي أنه وقت اللي نحنا ناكل بالمكتب نوصل على البيت منا كتير جوعانين وبالتالي ما منفلت على الأكل والأشخاص اللي بيشتغلوا عادة يمكن عندهم ميول أنه يأكلوا شو ما كان بالمكتب ويوصلوا على البيت يحطوا سفرة وتطلع نسبة السعرات الحرارية اللي عم ياخدوها بالبيت مرة ونص قد. أو قد لأنه كمان في الكوتي بسيكولوجيك يعني واحد إجا على البيت بده يرتاح إيه؟ كمان بده يأكل شو ما بده وأنا ماني أكل اليوم أنا ما بتذكر أكلت شيء صح 100% صح لأنه ما بتكون عم بيأكل منه مركز على أكله سو مهم أنه قبل ما نترك المكتب أو على الطريق إذا عنا عجقة سير ليش ما بناخد حصة فواكه أو حتى فواكه مجففة أو حتى يمكن ساندويش صغير بخلينا نوصل على البيت نقدر نضل نسيطر على الكمية اللي عم ناخدها لأنه المشكلة هي وين الشخص اللي تعبين أو الشخص اللي يمكن ما عنده كتير انرجي خلال النهار تعود انه بس ياخذ شيء حلو يروق او بالعكس يحس حاله مرتاح لانه بالدماغ في 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 مركز بسموه سنتر دو ريكومبانس معود انه بس ياكل حلو هالمركز هيدا يتنشط ويبعث هرمونات خلينا نشيطين مشان هيك يمكن الناس معظم الاوقات بتاكل حلو وقت اللي تكون يمكن حاسه حالها حكينا عن الماكولات ما حكينا عن المشروب فوالا المشروب مهم كتير لأنه بعض الأحيان منعطش بس ما بنعرف إنه عطشنا منلتجئ للعصير لأنه سوائل أكيد ومننسى أنه بالعصير في كمان سكر بالمشروبات الغازية كمان في سكر في بعض الأشخاص بيقولوا أوكي أنا ما رح أشرب مشروبات غازية فيها سكر ولا عصير ولكن رح أستبدلها بمشروبات فيها محلي اصطناعي دايت. أو دايت يمكن سوفت درينكس أو حتى بعض أنواع من المشروبات هول الأنواع لأنه طعمتهم سكر
بده يصير الجسم دائما عم يطلب سكر صح. الجسم والدماغ بالاخص يعني اوقات بناخذ حلو بدون سعرات حراريه ولكن ما بيكون في سكر، الدماغ بيفهم هالشيء وبضل يطلب حلو يعني ما بيرتوي اذا بدي صح. سو مهم انه وقت اللي بدنا نشرب نخلي دائما مي، نخلي يمكن مشروبات ما فيها سكر كرمال تنضلنا قادرين نسيطر على كميه الحلويات اللي عم ناخذها. سو نخلي دائما قنينه المي حدنا، وللاشخاص اللي بينسوا يشربوا ليش لا، السيلولير بيقدر يكون هو طريقه ريمايندر نقدر نحطها تنتذكر انه هلا لازم صرنا كل قبل الظهر مشروبنا لازم نشرب. انت اليوم شربانه مي؟ انا اليوم اكيد انا دائما بشرب مي، بشرب مي الصبح صبح. هلا المشكله بالنهار، مشان هيك مهم انه نحط ريمايندر نشرب مي، ما نترك المي لوقت الوجبات. بس كمان يمكن هيدا أهين للأشخاص اللي قاعدين على مكتبهم. على كل حال تانكس ناتالي لكل هالمعلومات. نحن مشاهدينا رح نرجع لعند أمين بالزعرور ومنكفي ألايف دغري من بعده.